et c'est là-bas pour les photos. 3 secondes. الكلمة الآن لممثل الوزارة التي أشرفها. أجل تشغيل الحكومة طبيعة الحال شفتو على مستوى التراب الوطني كله واللي مكناه تطوير واحد الشق واحد آخر في البرنامج ديال الأوراش اللي ماشي هو الأوراش المؤقتة. لا ما كان عندهم حتى شي شهادة وهذا دليل على أن ضرورة تطوير واحد الشق واحد آخر في البرنامج ديال الأوراش. جهة أخرى ما سميناه بأوراش دعم الإدماج المستدام. بقية المعمل لأي مقاولة من المقاولة اللي تخدم هذا السيد ولا هذه السيدة تتعرف الطموح باش يحسنوا الوضعية ديالهم وهذا هو الأساس. شهر واحد مثلا مباشرة انتصار شحال اللي تيجي هناك هذيك ال 1500 درهم على حسب. ولكن هذا البرنامج بفضل الخراط ديالكم عمل لكم لديه أعداد من الفدراليات الموجودة اليوم فنبغيو انه باذن الله وبفضل الدعم من 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 الاداء ديالها في المجال ديال الكلفه بطبيعه الحال امور اخرى داخله في اطارات اخرى ان شاء الله. مازال اليوم في هناك مقاولات في تلك الدول هناك فرص للشغل هناك معارض تكوين مهنيه هذه المقاولات التعليم الاساسي ولاسيما ان الصحه والحمايه الاجتماعيه من الاولويات شكرا للسيدة وزيرة المعارف. الآن مهنية. إذا هذا في تشجيع كرة السلة.